صباح الخير ويعطيكم العافية جميعا. صباح النور دكتور. طب احنا اليوم خلينا نكمل نحل examples على الموسفيت. نشوف هذا المثال، مش راح أحكي يعني بالآخر بالتفصيل لأنه هو مشابه للأمثلة السابقة، ولكن راح أعطيك بعض الملاحظات. يعني شوف هذا الـ هون MOSFET معطيني RD RG RS، تمام. هنا معطيني Ground، تمام. بذكرك هاي الجي هاي الدي وهاي الأس، تمام. طبعا هون يفترض يكون معطيني اتجاه، أوكي، بس أنا هون ناسيها، بس على كلها محددها بالأحمر، أوكي. هاي الاتجاه كنت محدد لي إياه هيك، اتجاه السهم هيك، تمام. طيب معطيني الـ VTN والـ KN، أوكي، وهم هاد كونستانت، وهذا إيش القيمة اللازم الـ VGS يكون أكبر منها مشان يشتغل، أوكي، الحد الفاصل للفولتج. على أي حال هون طالب بدك تطلع القيم VGS وإلى ما شابه ذلك. حكينا السوليوشن هون، اول شيء بتفرض انه الموسفيت شغال بالساتوريشن ريجن، اوكي، وبالتالي الاي دي بتساوي هاي الايكويشن، تمام. هذا فرضنا، تمام. طيب الان لو عملت كي في ال على هاي اللوب، خلي بالك يعني هون عندي انا الفي جي اس مش موجوده عندي، والاي دي مش موجوده عندي، تمام. فبالتالي تغيرين عندي او مجهولين هون. لو انوجد الفي جي اس مثلا كان معطى بالسؤال او قدرت تطلعه بسهوله، اتس اوكي. لو كان الاي دي معطى بقدر اطلع الفي جي اس بسهوله، اوكي. فبالتالي الان انا بدي ابحث عن معادله اخرى. لو مشيت كي في ال هيك، لو مشيت كي في ال هيك، يمشي كي في ال هيك، اي جي ار جي بلس الفي جي اس بلس الاي دي الار اس ماينس 5 ايكوال 0، تمام. بس خلي بالك الاي جي هون كم بتساوي؟ دائما زيرو، دائما دائما في الموسفيت زيرو، تمام. فبالتالي بقدر اكتب معادله الفي جي اس بصيغه الاي دي، او الاي دي بصيغه الفي جي اس. عاده يعني افضل لك تكتب الاي دي هون بصيغه الفي جي اس، تمام. بس بدي اعطيك كمان ملحوظه، انه اذا بتلاحظ ان اخر سؤال حليناه المره الماضيه كان شبيه بهذا السؤال، اوكي، ولكن ما استخدمنا هاي المعادله، ما مشيت كي في ال هيك، ولكن نفس الشيء يعني المرة الماضية استخدمت معادلتين، يعني عملت الفي جي اس ايكوالز في جي ماينس في اس، ومشيت كي في ال هيك. المرة الماضية معادلات كانوا اكثر، وبالتالي لكن انت بامكانك تستخدم هاي الايكويشن، يعني كل السوليوشن او كل الحلول بتحلها، المهم تمشي صح كي في ال، اوكي. مرة ثانية هذا السؤال اذا بتقارنه مع السؤال السابق اللي اخذناه المحاضرة السابقة، نفس الشيء، ولكن استخدمت هنا مشيت هون كي في ال هيك. شوف السؤال السابق، شوف انا شو عملت، كانوا معادلات اكثر ولكن هي نفس الشيء بالاخر، اوكي. لكن بامكانك مباشره دايركت انك تمشي كي في ال هيك عشان اطلع العلاقه ما بين الاي دي والفي جي اس، اوكي. فبالتالي هاي قدرت هون اكتب الاي دي بهذه الصيغه في جي اس. الان عندي هون معادلة الـ ID، هون معادلة الـ ID، لو سويتهم ببعض هاي المعادلة 1 و 2 أو عوضت 2 بـ 1، هيها بقدر أبسط المعادلة تخليها معادلة أو تربيعية، أوكي، معادلة تربيعية بتبسطها يعني، وتغير واحد زي ما أنتم شايفين اللي هو الـ VGS، تخلصت من الـ ID. بإمكانك المعادلة كاملة مشان تبسطها بسهولة، هاي المعادلة كلها multiply 4 مشان تتخلص من المقامات، وتوازن المعادلة وتشوف كيف. طيب فبالتالي لو بدك تطلع روتس لإلها حسب ما حكينا المرة الماضية، ماينس بي بلس ماينس تحت الجذر ماينس بي، صح، ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي، ذاكرينه هاي، رجعوها اللي مش عارفها، انك تطلع روت ماينس بي بلس كذا كذا كذا، طلع روتس المعادلة التربيعية. فبالتالي بتطلع معي واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف. حكينا المره الماضيه انه بدي اياها بوزيتيف، وبدي اياها اكبر من ايش؟ من الفي تي ان، هي اللي بختارها، تمام. بدي اياها بوزيتيف، بدي اياها اكبر من الفي تي ان، تمام، بوزيتيف لانه الفي تي ان بوزيتيف.
اوكي، فبالتالي طلعت الفي جي اس. الان ببساطه بقدر اطلع الاي دي، بقدر اطلع الاي دي من اي معادله بدك اياها، سواء هاي المعادله 1 لانه الفي جي اس معلومه عندي، بقدر اطلع الاي دي، او من هاي المعادله الفي جي اس معلومه عندي بقدر اطلع الاي دي. تمام، فبالتالي هي طلعت الاي دي. اذا بدي اوجد الفي دي درين فولتج، هاي هالفي دي، بامكاني امشي كي في ال هيك، مزبوط، امشي كي في ال هيك، واللي هي عباره عن ايش؟ 7 فولت ماينس الاي دي بالار دي، 7 فولت ماينس الار دي بالاي دي. طلعت الاي دي بقدر اطلع الفي دي، مزبوط. طب الفي اس بقدر امشي كي في ال هيك، واللي هي نفسها عباره عن ايش؟ الجهد من هون لهون ماينس 5 بلس الاي دي الار اس. تمام، فبالتالي بقدر اطلع الفي دي وبقدر اطلع الفي اس. اوكي، لو بدي اطلع الفي دي اس، في دي اس هيها صح، عباره عن ايش؟ في دي ماينس في اس، بقدر اطلعها، او امشي كي في ال هيك، شو ما بدك كانت تستخدم، مزبوط. فبالتالي نشوف هنا شو مستخدم. مشان اطلع الفي دي زي ما حكيت لك، عامل كي في ال على 1، ماشي، اللي حكيت عنها قبل شوي، مشان اطلع الفي دي هاي كي في ال 1، واللي هي دايركت 7 ماينس الاي دي الار دي، بدون يعني حتى كيف ال، اذا عندك مهاره 7 الجهد هاي 7 ماينس ايش؟ الاي دي بالار دي، مش هيك؟ طيب هي 7 ماينس الاي دي بالار دي. بامكاني اطلع الفي اس كذلك زي ما حكيت لك، تمشي المعادله كي في ال 2، هي كي في ال 2، واللي هي اي دي الجهد هون عباره عن الجهد من هون لهون كامل، ما هي هاي نود، بالتالي اي دي بالار اس ماينس 5، اذا هي اذا كانت هاي بوستيف بعملها بوستيف. تمام، انا مش عارف امشي كيف في ال يعني. فبالتالي هي طلعت الفي اس، والفي دي اس بقدر اطلعه من خلال ايش؟ انا هون مستخدم ماشي الكي في ال كامله من هون، هاي في دي دي بالاخر برمز لها انا، وهاي في اس اس، ماشي كي في ال هيك، بقدر اطلع الفي دي اس، او عباره عن ايش؟ الفي دي اس، في دي ماينس في اس، مزبوط، هي نفس الشيء بالاخر. مشان تتاكد انه انت فعلا فرضك مزبوط، يعني لا تنسى تعمل هاي الشغله، تعمل تشيك هل الفي دي اس هي اكبر من الفي دي اس ساتوريشن؟ اذا اكبر معناته مزبوط فرضك انه بالساتوريشن مود فهو مزبوط، اذا اقل بتكنسل حلك وبتعيد الاي دي، الاي دي لها معادله اخرى. تمام، هون طلعت معي الفي دي اس اكبر من الفي دي اس ساتوريشن، الفي دي اس ساتوريشن هي عباره عن ايش؟ الفي جي اس ماينس الفي تي ان، دائما هو الفرق ما بينهم. اوكي، وبالتالي بتطلع 1.5، والفي دي اس ساتوريشن اي ثينك انها 1، فبالتالي فرضك مزبوط. لكن اذا طلعت اقل، اذا طلعت مثلا هاي 0.9 فهي اقل من الفي دي اس، او سوري الفي دي اس هون طلعت لا سوري انا خربطت، الفي دي اس هون 4.8 صح، والفي دي اس ساتوريشن 1.5 مظبوط. فبالتالي الكونديشن هون اتس اوكي okay، صح، هاي الفي دي اس اكبر من هاي القيمه. تمام، لو طلعت عندي الفي دي اس 1 فهي اقل من الفي دي اس ساتوريشن، فبالتالي انت وين شغال؟ بتكون باللينير، باللينير، فبالتالي بتكنسل حلك وبتستخدم معادله الاي دي اللي بتعتمد على الفي دي اس. تمام، راجع المحاضرات السابقه، بتكنسل حلك وهي المعادله مش صحيحه، لانه الاي دي راح يعتمد على الفي دي اس، لانه انت شغال باللينير. اوكي، بتشطب حلك وبتعيد حسابه الاي دي حسب المعادله اللي شرحناها في المحاضرات السابقه. اوكي، برضه هون اذا طلع معي الفي جي اس مثلا، ليش هون اخذنا البوزيتيف؟ لانه بالساتوريشن لو طلع ان كيس يعني في احد الاكزامبل او الاسئله طلع معك الفي جي اس اقل من الفي تي ان، بيكون الموسفت مش شغال، صح؟ راجع المحاضرات السابقه بس للتذكير يعني. هاي اجمالا هيك التعامل مع الموسفت. نشوف هذا النوع من الاكزامبلز او الاسئله.
هون معطيني الكي ان وهو الكونديشن باراميتر والفي تي ان، وبده يطلع المقاومات الار دي ار اس ار دي ار جي، بحيث انه قيمه الكرنت الاي دي كم يساوي. هذا كامل هو الاي دي يساوي 1 ملي امبير، والفي دي اس 4 فولت. معطيني الان المعطيات هذول وبده المقاومات، احسب المقاومات. نفس الشيء بفرض انه الموسفيت هو بالساتوريشن مود، اوكي، بطلع الاي دي، الاي دي لانه مفروض بالساتوريشن بقدر استخدم هاي المعادله. تمام، الاي دي موجود معي، بقدر احسب الفي جي اس منها. هاي المعادله بقدر احسب منها الفي جي اس دايركت، مزبوط، لانه الاي دي معلومه عندي. فبالتالي الفي جي اس بترتبها، يعني بتصير عندي الفي جي اس هيك بتساوي، لانه احنا محصورين بوقت، صعب انه اضل اشرح كيف تعمل ماث يعني كمان. تمام، الماث انت بدك تعمله بالاخر. بترتب المعادله هاي، بتحسب الفي جي اس، بتكون تحت الجذر بوزيتيف نيجاتيف بلس في تي ان، اوكي. anyway بتحسبها الفي جي اس بتطلع 3 اور ماينس 1. شو لازم تكون؟ حكينا بوزيتيف، بالتالي الفي جي اس كم باخذها؟ 3، عشان يكون شغال بس الساتوريشن 3 لازم تكون بوزيتيف، لازم تكون اكبر من الفي تي ان، مش هيك حكينا؟ طيب الان الفي جي اس عباره عن ايش برضه؟ الفي جي ماينس الفي اس، مظبوط؟ الفي جي اس عباره عن الفي جي ماينس الفي اس، تمام؟ الفي جي اس هي موجوده معي اللي هي 3، والفي جي كم؟ هيها كم؟ زيرو، اشبك على جراوند، شايل جي، وهاي الكانت هون كم؟ زيرو دائما، الكانت الماشي بالجيت زيرو، فبالتالي كامل جهد الفي جي هاي هي نفس هاي هي نفس الجراوند، فبالتالي زيرو، تمام؟ فبالتالي بقدر احسب منهم الفي اس، اذا الفي جي هاي زيرو معلومه عندي والفي جي اس معلومه عندي، حسبتها هون، بقدر احسب الفي اس، هاي الفي اس ماينس 3 فولت. الفي اس عباره عن الفي جي ماينس الفي جي اس، مظبوط؟ طيب الا لو مشيت كي في ال هيك، الفي اس معلومه عندي، يعني الفي اس عباره عن ايش؟ الاي دي ملتبلاي الار اس ماينس 5، مظبوط؟ الفي اس عباره عن الاي دي بلس الار اس ماينس 5، تمام؟ الاي دي معلومه عندي، معطي جيفن من السؤال، والار اس مجهوله، صح؟ والفي اس معلومه عندي، هيها هاي المعادله كنت بحكي عنها، واللي هي كي في ال، يعني من هون ماينس في اس بلس الاي دي الار اس ماينس 5، هاي الكي في ال هون. الاي دي معلوم عندي والفي اس اوجدته هون، فبالتالي بقدر احسب الار اس. هاي حسبت قديش لازم تكون قيمه الار اس، تمام؟ طيب الان لو مشيت كي في ال، لو مشيت كي في ال على هاي اللوب، امشي كي في ال على هاي اللوب كامله. يعني ليش مشيت كي في ال على هاي اللوب؟ لانه الفي دي اس معلوم عندي والاي دي معلوم عندي، تمام؟ بامكانك تمشي هي على هاي اللوب كامله، بامكانك تمشي هيك 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 في اس، خلص تاخذها يعني، مزبوط؟ لك الخيار، يعني هي كي في ال تمشي هيك او تمشي لهون وتاخذ قيمه الفي اس، هي نود بالاخر، تمام؟ فبالتالي مشيت كي في ال على الدي اس لوب، اوكي، هي المعادله، الاي دي معلوم معي صح؟ والار دي مجهوله بدي اطلعها، الفي دي اس is given من السؤال، والاي دي معلوم معي، والار اس معلوم معي اوجدته، فبالتالي بقدر اطلع معادل واحد بمجهول واحد، بقدر احسب الار دي منها. هاي حسبت الار دي، هاي حسبت الار دي، تمام؟ طيب هاي كذلك هم يعطيك يعني انه طريقه اخرى للكي في ال، نفس الشيء يعني، اوكي، المهم تمشي كي في ال صح. مره ثانيه بكرر، اذا بتغلط بالكي في ال خلص يعني شو استفدنا من حلك؟ تمام؟ بدك تكون فاهم، وبدك تكون متمكن من انك كيف تطبق معادلات الكي في ال، متمكن يعني، ما فيش مجال للغلط للامانه يعني، اوكي؟ ماده الالكترونكس او اي ماده مواد كهرباء، فيش مجال انك تغلط بمعادله الكي في ال، فيش مجال. طيب اخر شيء، كيف بدي احسب الار جي؟ دائما الار جي ممكن تكون اي قيمه،
لأنه ليش؟ لأنه الـ IG equals zero بتفرقش معك، بتفرقش معي بالآخر، حطها أي قيمة هو الـ IG equals zero، فبالتالي يعني لو إجاك multiple choice لا تقعدش بالآخر تحتار يعني. أوكي، أحيانا بيعطيك multiple choice بحيرك شوي. أوكي، فبالتالي لا تقدرش تحتار أي قيمة، أي قيمة RG ممكن تكون. ليش؟ لأنه الـ IG equals zero، يعني الـ voltage تضرب عليها رح يضل زيرو بالآخر، لأنه الكرنت ماشي فيها دائما زيرو. تمام؟ طيب هاي بيطلب منك كيف تحسب الـ VDS max والـ ID max، شرحناه المرة الماضية. أوكي، بتراجع يعني بتهوش شيء، وكيف تحسب السلوب كذلك شرحنا المرة الماضية، يعني هي فقط تكرار. هاي هون حاطيك بعض الملاحظات مرة ثانية، ملاحظات مشان أساعدك، يعني صعب إنه أضل أحل لك كل شيء كل شيء. أوكي، المفروض إنه أنت تعتمد على حالك يعني، وخلص تفهم إنه شو وين الصح وين الغلط. شوف والله هاي مثلا اللي أعطاك جاب لك موست بالطريقة هاي، هاي أول مرة بشوف شكلها بالطريقة هاي. وين الاختلاف؟ إنه شايف الـ RG هاي شبكها مع الـ D مع الـ Drain وليس مع الـ مع الـ Source هون، صح؟ فبالتالي شو بتفهم أنت من السيركت هاي؟ انه ال V الفولتج في جي، هاي في جي صح؟ هاي هن. هاي ال في جي وهاي ال في دي وهاي ال في اس، فبالتالي طبعا الكارت اللي ماشي هون كم؟ لما بدك تعرف ال اي جي هي بيكون ماشي هون او بالار جي، فبالتالي هذا الكرنت زيرو. معنى هذا الحكي اذا هذا الكرنت زيرو يعني هي باعتبار شورت سيركت يعني، صح؟ يعني ال في جي شو بتساوي؟ ال في دي، ال في جي بتساوي ال في دي. تمام، او بمعنى اخر ال في جي اس هي نفس ال في دي اس. تمام، هاي بعض الملاحظات لو اجاك السيركت بالطريقه هاي. لا تنسى مفتاح الحل هي، او يعني التريك الموجود فيها هي. تمام، يعني لو جبت لك سؤال زي الاسئله السابقه ولكن هاي السيركت، بتخلي في بالك انه هاي التريك، هاي الكرنت اي جي، ال في جي ايكوالز في دي اس لانه هاي شورت سيركت، الكرنت ايكوالز زيرو وبالتالي شورت سيركت، فيش فولتج دروب هون. تمام، هاي النود هي نفس هاي النود، هاي الدي هاي الجي. تمام، هذا السؤال يختلف عن الاسئله السابقه اذا بتتذكر، الاسئله السابقه كانت مشبوكه مع الدي في دي دي مع السورس هون، هون طلع وين شايف مشبوكه مع الدي مع الدرين. طيب ممكن يجيك مثلا تطلع يعمل لك current source هون، مثلا لو كان هاي current source، طبعا هون يعني الأغلب فيكم بيخربط فيها current source بالطريقة هاي، الأغلب فيكم بيخربط فيها. لا تنسى هذا current source 1 ملي أمبير، يعني الكرنت اللي ماشي هون، ما حدش يروح يعمل فولتج يحسب لي هاي الفولتج، لا. anyway ال VS هون شو بتساوي؟ ال VS يعني هاي ملاحظات فقط يعني، اوكي ممكن مشان ما تغلط بعض التركات. في اس عباره عن ايش؟ عن الفولتج دروب، هاي بلس هاي، او امشي كي في ال من هون لهون. تمام، لكن يعني خلص بسرعه، في اس عباره عن ايش؟ جهد هون، كم الجهد اللي موجود هون؟ في اكس. بالسؤال ممكن ما احطيك في اكس، انت تفرطها خلص في اكس. تمام، ماينس 6. الاي دي كم الاي دي؟ 1 ملي امبير، الاي دي 1 ملي امبير. تمام، هذا كرنت سورس، هذا كرنت سورس. تمام، طيب يعني تمشيش بدك تمشي كيبل، تاخذ هاي القيمه وليس هاي. طيب الان شوف بالله هون، لو عمل لي هون سينار ديود. تمام، الان الـ V زد هون 10 فولت، يعني إذا كان 10 فولت فأكثر بيشتغل الديود، الزنار الديود راح يشتغل. إذا كان الفولت عليه أكبر من 10 فولت بيشتغل، أقل من ذلك بيكون أوبن سيركت. طيب إذا الـ VDD هاي كانت 15 فولت، تمام، شو معنى الحكي هذا؟ طبعا خلي بالك الكرنت هون زيرو، الديود راح يكون شغال، الدايود راح يكون شغال، بقدر امثله ببطاريه ب 10 فولت. اذا الفي دي دي ايكوال 8
أقل من العشرة، فبالتالي راح يكون مش شغال أوف أوبن سيركت. شوف هذا النوع من الـ example. وين الـ G هون؟ هيها. أوكي. تمام. فبالتالي الكاونت اللي ماشي هون هاي زيرو. الكاونت اللي ماشي هون هاي زيرو. أوكي. هاي زيرو، بينما هاي بعرفش ما بتساوي زيرو، بعرفش يعني ليه بتساوي زيرو. لا، هاي الجزء منها بتساوي زيرو، هاي الاي جي. تمام؟ وليس هاي. اوكي؟ فبالتالي تطلع الكرنت راح يمشي هيك، يكون ماشي هون اي جي ايكوال زيرو، وين راح يكمل طريقه هيك. هاي بعض الملاحظات، انه هاي الاي جي. تمام؟ ما تروحش تدور هون ولا هون ولا هون. دايركت المشبوكه مع الجيت هون. المشبوكه مع الجيت دايركت هون. تمام؟ فبالتالي هاي الـ IG equal 0. هيك كذلك نفس الشيء، هاي الـ IG equal 0. هاي لا بعرفش، هون في كرنت. تمام؟ فبالتالي هاي الـ IG وليس هاي. تمام؟ هون نفس الشيء، هاي سيركت، هاي الـ IG equal 0. اوكي؟ بينما هون بيمشي كرنت، بيمشي، لكن المهم ما يروح هون، ما يروح على الجيت. تمام؟ فبالتالي بامكانك تبسط هاي السيركت، يعني تطلع الكاونت اللي ماشي تتبعه من هون، هاي الاي جزء بروح هون وجزء وين بروح هون. تمام؟ هاي الكرنت جزء بروح هون وجزء وين بروح هون. بعدين وين بروح؟ هون زيرو، فبالتالي وين كل الكرنت بيروح؟ هون. فبالتالي شو يعني؟ هاي المقاومة، هاي المقاومة سيريز، هاي عاملة هون. لو بدك تبسطها، هاي المقاومة هاي المقاومة سيريز، مظبوط؟ لأنه الاي جي هون زيرو، هاي الاي جي، لأنه كل الكرنت راح يمشي هون، فبالتالي سيريز ار بي بلس الار دي، ار بي بلس الار دي. طيب هاي مع هاي بارلل، الاثنين مع الجراوند، بقدر احسب هاي مع هاي بارلل. تمام؟ هاي عملتهم بارلل، فبالتالي بامكانك تبسط السيركت زي ما بدك يعني. اوكي، تبسط السيركت مشان تعمل سوليوشن. فبالتالي مهما يجيك سيركت اللي بدي اوصل لك اياه، مهما يجيك سيركت لا تستغرب شكلها. تمام؟ لا تستغرب شكلها، لكن بدك تكون فاهم المبادئ الاساسيه اللي هي هاي الجيت وهاي الدرين وهاي السورس. اوكي، طبعا الناس الاتجاهات تون، يعني يفترض خلص دايركت انه الاتجاه هيك. واضح شباب؟ فبالتالي لا ترتعب من اي سيركت، خلاص تكون فاهم الصح، تكون فاهم المبادئ الأساسية، هاي الكرنت. تمام؟ طيب نشوف هنا ال، نشوف هذا ال example سريعا. معطيني ال KN conduction parameter وال VTN، وبده ال ID وال VDS. أول شيء بنفرض إنه إيش؟ saturation، فبالتالي بقدر أستخدم هاي المعادلة. تمام؟ طيب اتطلع ال في جي هون كم بتساوي؟ هي نفس ال في دي، واللي هي 5 فولت يعني، مظبوط؟ فيش مقاومات، مش عامل مقاومات، فبالتالي ال في جي هي نفسها، تطلع هي نفسها ال 5 فولت. جهد النقطة هاي نفسها جهد هاي النقطة، مظبوط؟ فبالتالي هاي ال في جي وهاي ال في دي، واللي هي نفسها ايش؟ 5 فولت. تمام؟ هيها. طيب الفي اس هو الجهد على هاي المقاومة يعني، صح؟ الفي اس هو جهد هاي المقاومة، امشي كي بي ال هيك، اللي هي 10 كيلو بالاي، 10 كيلو بالاي دي، مظبوط؟ طيب الفي جي اس عبارة عن الفي جي ماينس الفي اس. الفي جي عندي موجود معي 5، هيها حسبناها من فوق، والاي دي والفي اس هيها، فبالتالي 5 ماينس 10 الاي دي، طبعا 10 كيلو، يعني احيانا بكون اوريدي مهمل كيلو. اوكي، وبطلع الحساب الملي امبير. اوكي، هاي 10 كيلو يعني
ولكن انا مهملها اوريدي اوكي، ولكن القيمة الاي دي بطلعها بالملي. على اي حال، فبالتالي الشباب هاي صار عندي معادلتين اوكي. من هاي المعادله اللي بقدر بالاخر احسب عوض هاي المعادله مع هاي المعادله وتكمل حلك تطلع الاي دي تمام. فبالتالي تطلع يعني وين الفكره هون، انه الفي جي اس الفي دي هي نفس الفي جي تمام. وهي نفس الشيء رجعت حكيت لك هون انه الفي جي اس هي نفس الفي دي اس. ليش؟ لانه الجي هي نفس الدي، الفي جي هي نفس الفي الفي دي، في جي ايكوالز في دي، فبالتالي الفي جي اس ايكوالز في دي اس. هذا السؤال انساه، حط لك عليه الاغنور يعني تمام، ما بدنا اياه. بحاول يعني انتقي لك الاسئله اللي فيها شوي هيك، هذا ما بده شيء برضو بتقرأوا لوحدكم، هذا بتقرأوا لوحدكم اوكي. طالب منك تحسب ال ار دي وال ار اس اوكي. ديزاين ذا سيركت such that اي دي كيو، معطيك قيمة الاي دي، معطيك الفي دي اس. حلينا قبل شوي سؤال زيه، بدك تحسب ال ار دي وال ار اس اوكي. طيب شوف هذا الاكسامبل هون، شوف هون هذا الموسفيت. في الاسئله السابقه كنت انا ايش اوريدي مهمل الاتجاه الكرنت، كنت دائما عامله هيك صح، مش عامله وهي اوريدي باي ديفولت يعني، كنت مفترضها انه هيك وانا بحدد لك اياها لازم، بس انا مش محددها يعني بعض السلايدز اوكي، ولكن عادة لازم أكون محدد لك إياه هيك. راجع بداية المحاضرات بالموسفيت أوكي، مشان تعرف إنه أن جنكشن ولا بي جنكشن أوكي. فبالتالي الآن هو حاط الاتجاه هيك وليس هون، فبالتالي شو بتفرض، شو بتفترض هيك إنه هذا إيش البي شانل أوكي، بي شانل وليس أن شانل هاي أوكي. في عندي نوعين، بي شانل أو أن شانل. إذا بتراجع الموسفيت بداية الشرح، في عندي بي شانل وفي ان شانل، فبالتالي الاتجاه هيك هو ايش؟ ان شانل تمام؟ او بي شانل. طيب فبالتالي اطلع هون شو راح يعطيك القيم؟ هون معطيني الاي دي والفي دي اس عادي اوكي، لكن معطيني الفي تي بي وليس الفي تي ان. هون شو كنا نسميه احنا؟ الفي تي ان اوكي؟ ان شانل هون الفي تي بي يعني للبي شانل اوكي؟ عملية عكسية اوكي. راح تلاحظ انه قيمة ال V هذا given بالداتا شيت بالنيجاتيف، بيكون بالنيجاتيف دائما. فبالتالي احنا لما حكيت لك انه كيف بنتعامل مع هاي الاسئلة، نفس الشيء بس خلينا نرجع للسلايد شوف كيف هذا كنا نحكي انه كيف تتعامل مع الاسئلة. نفس الايكويشن ولكن بدل ما اعمل في تي ان شو بحط؟ في تي بي، باخذها ايش الابسوليوت فاليو. هاي هون لما يكون عندي بي شانل، لما يكون عندي بي شانل نفس المعادلات ولكن ايش؟ ما تغير ولا شيء ولا بالاشارات، ولكن ايش؟ خذ للفي تي بي، خذ الابسوليوت فاليو لها تمام. فبالتالي تطلع كيف؟ خذ الابسوليوت فاليو. ولما بدك تتعامل مع، بدل ما احكي جي اس شو بصير احكي اس جي، بدل ما احكي دي اس شو بحكي اس دي. هاي الاختلاف فقط لا غير تمام، هاي الاختلاف فقط لا غير. مره ثانيه تاخذ فقط البوزيتيف فاليو لها للفي تي بي لانه بالنيجاتيف، في البي شانل از جيفن بالنيجاتيف اوكي. بدك تعطي فولتج يعني معاكس، يرجع شرح الموسفيت باول محاضره، تعطي الفي جي اس بيكون بقيمه معاكسه تعكس البولاريتي يعني البطاريه. anyway انت بهمك هون انه الفي تي بي تاخذ هالابسولوت فاليو وبصير تتعامل، بدل ما احكي جي اس شو بصير احكي اس جي، بدل ما احكي دي اس شو بصير احكي اس دي. فبالتالي خلينا نرجع للسؤال هون، هات هو اعتقد اوكي حكي لي انه الاي دي والفي اس دي معطيني اياهم، وحكي لي انه الفي ار اس، هاي الفي ار اس حكي لي 0.8 فولت معطيني اياها تمام، معطيني الكي بي والفي تي بي. فبالتالي لاحظ نيجاتيف اعطاك اياها
الآن هون برضو معطيني إنه معك إنك تعطي الماكسيموم فالي ممكن تكون R1 أو R2 200 كيلو. يعني R1 مستحيل تكون أعلى من 2 كيلو، والR2 مستحيل تكون أعلى من 200 كيلو. طيب فبالتالي الآن شباب، إحنا يعني أول شيء حكينا دائما المفروض بالساتوريشن، فبالتالي بستخدم هاي معادلة الـ ID. خلي بالك إنه شو الاختلاف، إنه بدل ما أحكي جي إس شو حكيت هون إس جي، بدل ما حكيت جي اس حكيت اس جي. هذا الاختلاف عن الانت شانل. والفي تي بي بدل ما احكي في تي ان شو حكيت؟ في تي بي. بس انا هون طلع شو ماخذ، هي ماينس الابسوليوت فاليو. اوكي انا شو ماخذها؟ ماينس الماينس، يعني مش مثل ما انا حاط بالاكويشن، لكن هي نفسها بالاخر. ماينس الابسوليوت فاليو كم تطلع؟ ماينس الابسوليوت فاليو كم؟ هاي بوينت 4. تمام. فبالتالي يعني ما تهتم انه انا هون شو عامل، هي نفسها تطلع، بس عشان انت ما تخربط. ماينس اوكي الابسوليوت فاليو، الابسوليوت فاليو لهي البي تي بي اللي هي كم؟ 4.4. اوكي فبالتالي ماينس 0.4. تمام. او انك شو بتحكي؟ بلس الفي تي بي بتعوضها اشاره النيجاتيف، بتعوضها نفس الشيء بالاخر. تمام. لكن ايش عشان ما تخربط، خلص وحد المعادلات، اعتبرها دائما نيجاتيف، وخذ ايش الابسوليت فاليو لها. فبالتالي دائما ماينس القيمه الموجبه لها، دائما الايكويشن ما تغيرها، ماينس تاخذ ايش القيمه الموجبه لها. تمام. واللي هي نفسها يعني انا عامل هون anyway. فبالتالي من هاي المعادله بقدر احسب الفي اس جي، من هاي المعادله بقدر احسب الفي اس جي. اوكي طيب الفي اس هون عباره عن ايش؟ بقدر احكي انه الفي اس ماشي كي في ال هيك، انا بس هو مش حاطط لك وين ماشي. اوكي الفي اس ماشي كي في ال هيك، لانه هاي الفولتج هون موجود عندي، والفولتج على ار اس موجود، وهاي الفي اس. تمام. فبالتالي الفي اس عباره عن ايش؟ هاي الفي اس، هاي الفي اس هي عباره عن 2.5 فولت رايح منها ايش؟ 0.8 هيها، واللي هي ماشي كي في ال هيك. يعني انا بضل احكي يعني انا لما بدي احل ما بمشي كي في ال، بس انا في ناس يعني بيمشوا بحل تقليدي، كل شيء بدي اياه كي في ال. اوكي ولكن هي واضحه، هاي الفي اس عباره عن ايش؟ 2.5 ماينس 0.8، ولكن للتاكيد امشي كي في ال عشان ما تخربط بالاشارات، اللي هي امشي كي في ال هيك هيك، وهي الفي اس. طيب فبالتالي هاي طلعت الفي اس 1.7. اوكي طيب الان مع الفي اس ومع الفي اس جي بقدر اطلع الفي جي، بقدر اطلع الفي جي مع الفي اس جي ومع الفي اس، بقدر اطلع الفي جي منها، فبالتالي بتطلع 0.3 فولت. تمام. طيب الان هو الهدف من السؤال هذا ايش هو؟ بده بالاخر انك توجد تعمل ديزاين، كلمة ديزاين انك تطلع الريزستور كم قيمة الريزستور R1 والR2. اوكي فبالتالي الفي جي كذلك موجودة معي. اوكي لكن لو كمان كذلك بدك تحسبها، عبارة عن ايش الفي جي اللي موجود هون؟ استخدم السوبر بوزيشن، هي عبارة عن 2.5، بدك تشرط عندي 2 سورسز صح، 2.5 وماينس 2.5. فبالتالي خلي هذا شغال، استخدم السوبر بوزيشن عشان اطلع الفي جي او الفي ثيفنين زي ما كنا نعمل. هذا شرت عليه وخلي هذا شغال، فبالتالي الفي جي كم بتساوي؟ الفولتج على هاي المقاومه. مظبوط. استخدم الفولتج ديفايدر، هي 2.5 ملتبلاي الار 2 على مجموع المقاومتين، بلس استخدم بلس استخدم ايش؟ السوبر بوزيشن، بحيث انه ايش؟ هاي يكون شغال، وهذا شو تعمل؟ شرت عليه. فبالتالي بلس ماينس 2.5 فولتج هاي، استخدام الفولتج ديفايدر يعني ماينس 2.5 ملتبلاي الار 1 على ايش؟ على مجموع المقاومتين. فبالتالي هي ايش؟ الفي ثيفنين او السوبر بوزيشن، حسب ما كنا نحل المحاضرات السابقه. اوكي فبالتالي تطلع عندي هي معادله، عندي مجهولين ار 1 وار 2. اوكي عندي مجهولين ار 1 وار 2 لانه الفي جي اكبر من زيرو من خلال المعادله تطلعها، فبالتالي اجباري بدها تكون الار 2 اكبر من R1.
اوكي مشان ما تطلع نيجاتيف. طلع الكويشن هون، شو الاختلاف فيه؟ المقام نفسه، وهي 2.5، هي 2.5، وهي نيجاتيف، هي الشاره ماينس صح؟ بالتالي وهي الار 2 هي الار 1. مشان تطلع الفي جي اكبر من زيرو لازم تكون الار 2 اكبر من الار 1. يعني خذ العامل المشترك هذا التيرم، خذه عامل مشترك، بحكي رياضيا انا اوكي، هذا خذه عامل مشترك، شو بضل عندي؟ هذا عامل مشترك بينهم ار 2 ماينس الار 1. فبالتالي مشان تطلع الفي جي اكبر من زيرو، هو شغال ما انت فارضه صح؟ اذا طلع اقل من زيرو فبالتالي ايش؟ بيكون بالكت اوف مود صح؟ فبالتالي الار 2 اكبر من الار 1، الار 2 اكبر من الار 1 اوكي. فبالتالي انا هون مفرضها انه ايش؟ الار 2 ماكسيمم 200 كيلو اوم اوكي. فبالتالي اذا اخذت الار 2 200 كيلو اوم، اذا اخذت كان مش شرط يعني مش اجباري 200 كيلو اوم، ولكن اخذت ايش؟ انا الماكسيمم فاليو لها، ممكن واحد ثاني ممكن يجي ياخذها بقيمه اقل اوكي. على اي حال انا اخذت الماكسيمم مشان اتجنب انه يطلع عندي النيجاتيف، اخذت اعلى قيمه لها. بالاخر الديزاين، كلمه ديزاين ما فيش شيء يعني اجباري انك تعمل هيك او هيك، ديزاين المهم يطلع عندك السوليوشن مظبوط او السيستم شغال بدون مشاكل، هاي كلمه ديزاين اوكي. على اي حال انا اخترت الان هون اعلى قيمه 200 كيلو اوم، فبالتالي عوض ال 200 كيلو اوم بهاي الايكويشن، بضل عندي معادله ب ار 1، بقدر اطلع ال ار 1، بقدر اطلع منها ال ار 1 اوكي. هذه ما يتعلق بالبي شانل تمام. بكتفي لحد هون. في سؤال برضه هون انا ما حليته اول شيء، لانه هذا السؤال هذا برضو ايش؟ انا مخربط بالاشارات اوكي. انا هون مخربط بالاشارة هيك انا ما حليته هذا اوكي، ولكن هذا ايش؟ هو بي شانل تمام. اكل انتم بتحلوا في بعض الاكزامبلز هون اللي ما حليناها بتحلوها، اذا حد عنده اي مشكله بامكانه يتواصل معي اوكي. هاي بس بذكرك انه هاي الاتجاهات هيك عاده بتكون، انا بالاكزامبل بكون محدد لك هيك، هاي الدي وهاي الاس، هذه السورس اتجاهه زي الاميتر في حاله البي جي تي، هذا بيكون ايش؟ انت شانل. اذا كان هيك او كان هيك هذا البي شانل، كيف بدك تميز بينهم تمام. فبالتالي بالاكزامبل انا بكون محدد لك هذا الاتجاه بكون محدده تمام، هذا الاتجاه بكون محدد لك اياه هيك او هيك تمام. او بامكاني شيء نفسها لو عملت لك السهم اتجاهه هيك هيك نفسه تمام. المهم انه هل هو هذا السورس داخل بالسورس ولا طالع من السورس تمام. داخل بالسورس انت شانل، وهو اغلب الاكزامبلز الموجودين بالسلايد انا مش عاملها، وهو فهو انت شانل اوكي. اذا كان محدد هيك فهو بي شانل، فبالتالي راح اكون محدد لك، راح اكون محدد لك هيك او هيك داخل بالاس بالسورس، وهو مشابه للامتر في حاله البي جي تي داخل بالاي كان تمام، وهون ايش؟ طالع من الاس. بالتالي هذا هو اللي بيحدد لي هل هو ان شانل ولا بي شانل، اتجاه ايش؟ الاي دي اوكي.